البارح زوجي صدعني، غدا غادي نمشيو للبحر، غدا نمشيو للبحر، اشنو غادي توجدي؟ اشنو غادي توجدي؟ الحمد لله كانوا عندي شي سندويتشات في الثلاجة، وجدتهم شي فخوي، ديت جوج قراعي ديال الماء، المهم ديت داكشي اللي عندي. وقلت لولدي مع الصباح بكري، قلت له صوني على صاحبك الا بغى يجي يلعب معك في لابلاج، حيت عندنا هنايا البحر الاصطناعي البنات، حيت تعرفوا لالزاز راه ما فيهاش البحر، غير بحر الاصطناعي باش تعرفوا الناس فين وصلوا. حنا باقي تندبزو مع طرف الخبز وبصراحه تكال الحمد لله. وجيت لصال دبان، وجيت ثلاثه الفاطي، ديت لاكريم حتى هو ديال المهم لاكريم باش ما نتحرقو بالشمس، وضروري تندير هاد لاكريم البنات، واعره واعره واعره، حيت هادي ما ديتهاش معايا فاش مشيت لمصر، هادي تتهنيك البنات والله تتهنيكم بليطاج ديال الوجه، اون بليس تحيد ليطاج ديال الوجه، المهم راه معروفه لا ما بقيت نقول لكم، تنديروها كل ساعتي تنديروها هي فونت التان ولاكريم، وتتغطي حتى الوجه، غزاله غزاله بزاف، ما تتخطيليش البنات، هي ما كايناش في فرنسا، تشريها غير في امازون، تجي من اسبانيا. ما عرفتش على الثمن ديالها، راه موجوده في المغرب. صافي البنات حنا فاش وصلنا انتما الباركينغ عامر، تنقلبوا تنقلبوا على بلاصه لقيناها، وهنا الليبيه البنات راه ما تنشريوش ليبيه، راه لاميغي تتمشيو لديك البلاصه فين ساكنين، لاميغي تيعطوكم ليبيه، حنا ثلاثه تيعطونا سته، انتما اربعه يعطيكم ثمانيه، يعني جوج جوج لواحد. صافي البنات حنا غادي ندوزو دابا، وتبارك الله هذا البحر عامر، غير تنديروا هذيك سميتها ديك البيي وتدوزي. هذا هو البحر ديالنا، هو كان بحال النهر ولا واد ولا شنو غادي تسميوه، وردوه بحر اصطناعي. وصافي وريت لكم البلاصه فين حطيتها، وجدتكم شي الكبيدات ديالي، نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسانيش بواحد حركه ليكس. Ma, t'as quoi? T'as quoi, Victor? Seul, ils ne savent pas la vérité du sort. Ils ne savent pas que ils n'entendent pas le sort, ils ne savent pas. Ils n'ont pas la notion du sort. Donc, ils ne savent pas que c'est le sort. Elle ne sait pas. Et voilà, il y a personne, mais c'est tout. علاش ديما تتكذبوني؟ قلت لكم لابلاج اللي سميتو، التيشيرت ديال السيده شنو مكتوب فيها؟ مكتوب فيها لابلاج، وانتم تتقولوا لي لا ما سميتوش لابلاج الاصطناعي، سميتو لو لاك اصطناعي. هو باص باص لكم. المهم البنات، واخا ديت دوك لي ساندويتش هنايا، خدينا تيتوس وخدينا كوكا كيف تتشوفوا، ومن بعد خدينا القهوه ولا كلاص. صافا البنات كيف تتشوفوا، واحد المنظر واعر واعر في هذا البحر الاصطناعي، غزال تعجبني تعجبني، بقى نجي ليه حيت عارفه بانه ما كاين اللي غادي يغرق فيه، حيت ما كاينش فيه الامواج، وديرين واحد واحد الحدود فين يدوزوا الدراري الصغيورين عاد لي مويان عاد الكبار، ديرين داك الخطوطه يعني بدوك
لي لاستيك الخياط ولا شنو غادي تسميهم. صافا البنات فاش تغدينا صدق شط باقي شط بعدا لي ساندويش شط هذيك لي فخيت غير لحتها وجينا باش ناخذ القهوه ولي كلاص للدراري. دوزنا واحد النهار زوين الحمد لله. ها نتوما داكشي لي شاطلين راه ما تناكلوا والو في الحقيقه حيت فطرنا معطلين ما فطرنا حتى لديك 11 ونص عاد فطرنا مسيان عاد خرجنا. كيف تتعرفوا هذا النهار الخميس 15 في الشهر راه عندنا جوغ فيغي ما كايناش الخدمه اليوم داكشي علاش فقنا معطلين فطرنا معطلين. ها نتوما غادي نجبد لكم عاوتاني داكشي لي شاط حيت كاينين شي تعليق قالت لي واحد السيده واش غير هذاك الشيء اللي ديتوه كون حنايا بقى نطيبو نطيبو باش نديو البحر. اختي راه والله العظيم عندي كلشي هذا الشيء شاط. ها نتوما تشوفوا ونتمنى ديروا حركه الاكسبلور وشكرا لكم. ما يمكنش البنات ما يمكنش ما يمكنش هذا المحل اللي مشيت ليه اللي سميتو لابيل فريب داكشي عندهم توب توب وكلشي رخيص كلشي رخيص اللي مبلي راه مبلي. شوفوا البنات هذا كيف تتشوفوا التوب ديالو زوين 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 تاخذوا 3 ب 10 3 ب 10 شحال زوين هذا هذا السروال. المهم شريت الحوايج ديال الصيف ومن بعد ان شاء الله الجوج الثاني نحط لكم باش فاش نقيسوا. وهذا شوفوا البنات وانتم شوفوا ليا ها انتم غزال هادو هما اللي خرجوا دابا اللي واسعين 3 ب 10 يعني ب 10 اورو. وشريت هذا ها انتم حتى هو واسع زوين الكوب ديالو غزالين غزالين البنات. وشريت هاد الكسوا فن صافي فن فن ان شاء الله غادي نحط لكم الفيديو البنات الجزء الثاني ديال فاش نقيس الحوايج. هذا شوفوا كي دايرين البنات شوفوا 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 هاد السروال شحال زوين البنات كيما قلت لكم 3 ب 10. هذا شراتو ليا بنت اختي ليلى شراتو ليا هانتوما عجبها قالت لي خذيه ها هو فن صافي. المهم حتى نقيسها معكم شكرا لك اختي ليلى. وشريت السبرديله لولدي هانتوما راه لباسها ولدي مع صبرت الحوايج البنات وهذه حتى هي تصبرات ولبسها. هذه شريتها بثلاثة ثلاثة اوريا البنات. وشريت هذه هذه على حساب الى غادي نسافر ان شاء الله باذن الله غنبقى نديرها هنايا كيف تشوفوا فنه وديال الكويره البنات. شريتها بثلاثة فيها جيب من اللور ومن هنا يدبا باقي جدادين ما غاديش نوريهم لكم هادشي اللي كاين. ونتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش واحد الحركه ديكسبر واحد القليب نوح عليكم اللي مبلي مبلي قولوا الله يعفو عليا. هذه ديال اللبسه ديال بنت اختي اللي شرات ليا كيف تتشوفوا ها انتما كي جاتكم ها انتما. وهذه حتى هي كي جاتكم الكسيوه هذه فيها هكذا نستعمل من هنايا ها انتما البنات اللي عجبتكم قولوها ليا في الكومنتات. وهذه البنات كيف تتشوفوا ها انتما هانتوما راه كلشي تصبنا البنات حتى نقيسها معكم حتى هذا جاني هو هذاك انا اصلا قيسته في المحل غير بغيت نقيسه معكم. هانتوما البنات هاد السروال حتى هو تتسد هكذا وعندو السلسله من قدام هانتوما. انا دابا لابسه تقريبا ب 20 اورو باش لابسه اللبسات ديالي كاملين تقريبا ب 20 اورو. وهذا لي لاستيك البنات تجبد كيف تتشوفوا ومفتوح من هنايا اول مره نشوف السروال يتفتح من الجنب من الداخل وعنده الجيب هكذا هذه هي اللبسه ديالي كي جاتكم. يلا خلي لي في التعليق شمن اللبسه اللي عجبتهم هي الكبيدات ديالي نوح عليكم ما تنساونيش بواحد الحركه ديكسبلور حيت الفيديو ديالو ما بقاوش يوصلوا راه ديما كنقولها لكم. يلا نوح عليكم بيزو.